الرحيم. نلتقي بالاستاذ عبد المحسن العيسى مستشار تطوير اعمال بحضنه بادر، حياك الله. هلا والله، حياك الله استاذ عبد المحسن. نبغاك تحدثنا عن برنامج الشبكه السعوديه لحضنه الاعمال المقدمه. الشبكه السعوديه للحاضنات الاعمال هي عباره عن شبكه طبعا تاسست في 2009، والهدف من هذه الشبكة هو تبادل التجارب والخبرات بين الحاضنات في المملكة العربية السعودية، وكذلك العمل ورش عمل في جميع متخصصة، وكذلك ورش عمل في للمدراء الحاضنات، والهدف منها انه نشر الوعي وثقافة الحاضنات في المملكة. أستاذ عبد المحسن، بالنسبة متى انشأت هذه الحاضنة؟ الشبكة السعودية للحاضنات الأعمال هي أنشئت في 2009، وتم إطلاقها عن طريق المدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والآن حاليا عندنا 45 حاضنة في المملكة أو جامعة تحت تأسيس الحاضنة أو عمل الآن في 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 طور عمل حاضنة، وحاليا تقريبا الآن لدينا تجمع دوري في كل 3 شهور، والهدف من هذا التجمع هو تبادل الخبرات وتبادل المعرفة، وكذلك التجمع بين الحاضنات الأعمال بالمملكة أو فقط الحاضنات اللي هي مشتركة مع حاضنة بادر 45 حاضنة اللي تكلمت عنها؟ هي الآن طبعا 45 جامعة، الآن في المملكة في 7 حاضنات فقط، 45 منشأة، هناك حاضنات الآن، هناك مراكز تطوير أعمال، مراكز تطوير أعمال يعملون في الهدف من المراكز هذه هو تطوير والعمل خطط عمل لصاحب الفكرة، فهذه نعتبرها الآن حاليا كحاضنة، يعني شبه حاضنة وليس حاضنة، هي مركز تطوير أعمال ولكن من ضمن من تحت الشبكة السعودية للحاضنات. زي ما قلت لك عندنا الآن حاليا 10 حاضنات، عندنا 3 حاضنات قاعدين نأسسها الآن حاليا، هي حاضنة الخرج اللي في جامعة الخرج، أو وعندنا حاضنة الآن أبها نشتغل على جامعة أبها، عندنا حاضنات في بعض المناطق المملكة زي في مدينة في 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 الباحة في الأحساء في جامعة الملك فيصل، كل هذه الحاضنة سوف تكون تحت مظلة الشبكة، لا من توجيه للدوائر الحكومية في بعض الأنظمة التي تعيق دور الحاضنة في المملكة، وكذلك نشر ثقافة ريادة الأعمال وهذا وبعض الأشياء زي كذا. الآن من أهداف الحاضنة نشر ثقافة ريادة الأعمال، وش قدمت الحاضنة إلى الآن أو الشبكة السعودية لحاضنات الأعمال؟ حنا طبعا في كل تجمع، آخر تجمع سويناه قبل 3 شهور، طبعا في هذا التجمع جبنا طبعا كان عندنا ضيف من البنك الدولي قدم ورشة عمل في 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 موضوع المحور الحاضنات، وكذلك تطرق الى 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 افضل ممارسات الحاضنات في العالم، طبعا جاب بعض الخبرات العالمية وكذا، وتم نقل هذه الخبرات الى 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 الشبكة، يعني فالهدف منها هو تبادل معلومات، كل شيء يتعلق بالحاضنات في المملكة العربية السعودية، كذلك نبغى نكون بنك معلومات للحاضنات، فبالتالي لما يكون في شبكة جمع المعلومات حق الحاضنات في المملكة العربية، فهذا يساعد على حتى يكون عندنا بنك معلومات لكي يعني يتم نشرها في المجلدات في 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 وسائل الإعلام في وأشياء زي كذا. طيب في الأخير في غضون دقيقة، وش طموحات أو آمال الحاضنة اللي تطمح لها في نهاية يعني خلال سنة 3 سنوات القادمة؟ حنا نطمح الآن إلى إنشاء حاضنات في جميع المناطق المملكة صراحة، يعني عندنا الآن سوينا وحدة الدعم الحاضنات، والهدف من هذه الوحدة أننا ننشر الحاضنات في المملكة العربية السعودية. الآن نقدم دراسات جدوى للجامعات مثلا، بمجرد
يعني إرسال خطاب للمدينة الملك عبد العزيز للأمم التقنية، نبدأ بعمل طبعا دراسة جدوى مع تعاون مع كريدا بروجكت اللي هي شركة أسترالية في مجال التأسيس حاضنات. فطبعا حنا نود تأسيس حاضنات، عندنا الهدف أننا إن شاء الله في 2020 يكون عندنا أكثر من 80 حاضنة في المملكة، نكون خلقنا أكثر من 18,000 وظيفة، وكذلك احتضننا أكثر من 3,000 مشروع. هذا هو الهدف. الله يعطيك العافية وشكرا. شكرا.